السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتمي البطاطس لمجموع الأطعمة التي تحتل حيزاً مهماً في غذائنا اليومي، إذ بالإضافة لمذاقها اللذيذ، فهي تعد مصدراً للفيتامين سي المهم لجميع وظائف جهاز المناعة. أما باحتوائها على أنواع مختلفة من المعادن كالمغنيسيوم والكالسيوم، فهي تسهم في سلامة العظام. وأخيراً ما يهم السكري، فإن مؤشرها الجليسيمي المرتفع وحملها المتوسط يدرجانها ضمن قائمة الأطعمة التي يجب تناولها بحذر من قبل مرضى الداء. إذ حال معاناتك من السكري وترغب في الاستفادة من منافع البطاطس، فعليك بتناول أنصة واحدة منها، أي ما تقدر كميته ب30 غراماً مرفقة بنفس الكمية من أحد أنواع العدس، وذلك خلال حصة واحدة في اليوم. إذ حسب دراسة نشرت بمجلة التغذية، فإن المشاركين الذين تناولوا العدس مع مصادر النشويات شهدوا انخفاضاً في معدلات جلوكوز الدم بنسبة تراوحت بين 20 و30%. ولكن ليس هذا كل شيء، فلخفض تأثير كربوهيدرات البطاطس بشكل أكبر، فينصح بسلقها وتبريدها لمدة ساعة في الثلاجة، وذلك بغية الرفع من كمية النشا المقاوم الذي يمنع الارتفاع السريع لسكر الدم. وقبل إسدال الستار على موضوعنا، تجدر الإشارة إلى ضرورة قياس تركيز الجلوكوز بعد مرور ساعتين من تناول الوجبة بهدف الاستقرار على الكمية المناسبة بدقة. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول طريقة تناول البطاطس. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.